السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي الرياضية على اليوتيوب، حيث سنأخذكم في رحلة مثيرة إلى عالم كرة القدم. هناك سنتحدث عن تحليلات حصرية وتقارير شاملة عن أبرز الأحداث والمباريات في عالم كرة القدم والساحرة المستديرة. نسعى جاهدين لتقديم محتوى يثير معرفتكم ويسلط الضوء على جوانب مختلفة في عالم كرة القدم. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. سنتحدث في هذه الحلقة عن ما يدور ويحدث داخل جدران الإسماعيلي وعن بعث نادي الإسماعيلي إلى الأراضي الليبية، وأيضا سنتحدث عن التدريب الختامي للإسماعيلي على ملعب لقاء أو أول مباراة للإسماعيلي في المئوية. نتمنى للإسماعيلي الأفضل، وأيضا سنتحدث عن قائمة الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي، وسنتحدث عن دعوة مسؤول الإسماعيلي لرؤساء الأندية للاحتفال معا، وايضا سنتحدث عن المنتخب الوطني واول فوز للمنتخب الوطني بقياده حسام حسن واصابه امام عاشور والكثير والكثير صديقي في هذه الحلقه، ولكن بيطلب منا الكثير فضلا وليس امرا. توصل معايا لاخر حلقه عشان معايا اخبار هي الاهم، واشترك واللايك والسبسكرايب هم نداموا هذه القناه، ولن تدبر هذه القناه الا بدونك، وانت تعلم جيدا ان الحريف اخوك وصاحبك لديه مهمه مع القنوات المنافسه لنا ان نكون بإذن المولى عز وجل في المقام الذي يليق بجمهور وكيان درويش مصر ودرويش العرب. فاشتراك واللايك والسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناة، وننطلق سريعا في حلقة هي الأهم عما يحدث في الكرة العربية والعالمية من إحصائيات وأخبار وتفاصيل هي الأهم. طبعا في البداية استقبال حافل من مسؤولي أهلي بنغازي لبعثة الإسماعيلي بالورود في المطار، والكل شاف على السوشيال ميديا بعض الصور واللقطات الخاصة بمقابلة أو مقابلة مسؤولي أهلي بنغازي بمسؤولي الإسماعيلي وبلاعبي الإسماعيلي باحتفال هو الأفضل يليق باسم كان داروش مصر وداروش العرب، ويليق باسم دولة كبيرة وهي دولة ليبيا الشقيقة ومسؤولي ليبيا الذي لدينا لهم الكثير من الحب ولدينا لهم الكثير لأنهم عايزين يحتفلوا بينا، عندنا اكثر من كده. فطبعا سافر كل من بس الاسماعيلي كامله متكامله برئيس نادي الاسماعيلي باعضاء مجلس الاداره ببعض اللعيبه او لعيبه الاسماعيلي السابقين، كابتن محمد صبحي، كابتن احمد الكمل، كابتن علي ابو جريشه، عماد سليمان، وبعض اللعيبه قدامى الفريق. وايضا سافر الاعلامي والشهير هاني حتحوت والمعلق الجميل محمد الكواليني للتعليق على مباراه الاسماعيلي، وسيكون احتفاليه تليق باسم كان درويش مصر ودرويش العرب، ودي ستكون اول احتفاليه للاسماعيلي في المئويه. طبعا قائمه الاسماعيلي لمواجهه ليبيا او اللعيبه التي سافرت بالفعل الى الاراضي الليبيه، سافر كل من حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم وكمال السيد، خط الدفاع محمد ناصر ومحمد عمار وحمدي النقاص وعصام صبحي، حاتم سكر وعبد الله حسن وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي، في خط الوسط محمد بيومي وهشام محمد مخلوق ومحمد عبد السميع واحمد الشيخ، عشان قلت لك امبارح احمد الشيخ، لكن احمد الشيخ لسه بيتاهل ولكن هو عاد من الاصابه، ارجع للحالات اللي قبل كده قلت لك مخلوق وفوزي وعادوا الاصابه، عادوا من الاصابه الناس دي. في الهجوم بشار اشرف وعبد الرحمن مجدي وحسن صابر وايريك تراوري وخالد النبريسي ومروان حمدي. ده قائمه الاسماعيلي لمواجهه اهلي بنغازي، ودي اللعيبه اللي سافرت بالفعل الى الاراضي الليبيه. طبعا الاسماعيلي غدا لقاء، ولكن لم يحدد حتى النهارده سيكون فيه باذن المولى عز وجل في بعد الفطار او بعد الوقت التراويح سيكون مؤتمر صحفي بين مسؤول الاسماعيلي ومسؤولي لتحديد موعد اللقاء غدا باذن المولى عز وجل، و ستحدد الموعد وهطلع طبعا اخبرك بموعد لقاء والقنوات الناقله للمباراه. ده بالنسبه لمباراه الاسماعيلي واهلي بني غازي. طبعا الاسماعيلي يدعو النادي الاهلي للمشاركه في المئويه وليس النادي الاهلي فقط. مسؤولي او رئيس نادي الاسماعيلي تم دعوة لكل الاندية للحضور افطار بمناسبة
مئوية الإسماعيلي يوم 29 مارس القادم، أو في خلال هذا الشهر، سيتم دعوة شرفية لكل مسؤولي النادي الأندية المتواجدة بالدوري لحضور حفل إفطار بمناسبة مئوية درويش مصر ودرويش العرب. نتمنى للدرويش هو الأفضل، نتمنى عام يليق باسم الكرة المصرية ودرويش الكرة المصرية. طبعا الكابتن أيضا الكابتن رضا شحاتة كان موجود مع بعثة النادي الإسماعيلي، بعض محبي وعاشقي الإسماعيلي كانوا متواجدين مع بعثة الإسماعيلي. نتمنى للإسماعيلي الأفضل، ونتمنى مباراة تليق باسم فريقين لهم ثورات وجولات، أهلي بنغازي والإسماعيلي لديهم الكثير ولن تكون هي الأولى. ده بالنسبة طبعا الكابتن إيهاب جلال يدافع عن صفقات الجديدة طبعا بعد مشكلة موسو وشيلونجو وتراجع إريك تراوري والهجوم على إريك تراوري على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. فمسؤول الإسماعيلي اتكلموا مع الكابتن إيهاب جلال، والكابتن إيهاب جلال قال لهم أنا مقتنع اقتناع تام وعودة أحمد الشيخ إلى نص ملعب الإسماعيلي سيكون طفرة للإسماعيلي، وإريك تراوري سيعود لسابق عهده، ولكن نصبر عليه شوية عشان ناخد منه اللي إحنا عايزينه. ولكن في هجوم شرس من السوشيال ميديا على اللاعب إريك تراوري، وحقه صراحة اللاعب يتراجع ومستواه تراجع عما كان في بيراميدز أو كان في المقص أو كان مع إيهاب جلال. فإيهاب جلال له مصبور عليه وهتاخده منه. ده بالنسبة لدفاع الكابتن إيهاب جلال عن صفقات الإسماعيلي. طبعا كان في اكتر من لاعب عشان اللعيبه اللي بتمشي من الاسماعيلي احنا برضو بنتابعها ونشوف، زي صالح جمعه وتالقه مع الكرخ العراقي و احرز هدف عالمي طبعا كله شافه في مرمى الشرطه، وتالق صالح جمعه في هذا الفريق. وصالح جمعه بيقول لك انا عودتي ستكون منتخبه عن طريق العراق او عن طريق فريق كرخ العراقي. ده بالنسبه لصالح جمعه. ايضا في لاعب خرج من الاسماعيلي وتالق في الدوري الليبي، لاعب الاسماعيلي السابق وارقام الجناح الدولي الانجولي اري بابل. اري بابل والكل عارف اري بابل لعب في الاسماعيلي فتره، صاحب ال 30 عام مع فريق الاخضر الليبي في هذا الموسم. لعب 14 لقاء، احرز 13 هدف وعمل 3 اسيست، وهو هداف الدوري الليبي في هذا الوقت. إيري بابل كان في الاسماعيلي، احنا ما بنصبرش على اللعيبه. ايضا كان في اكتر من لاعب، انا بتكلم على اللعيبه اللي لسه يعني كانت قريب، فاهمني؟ لكن بالنسبه لكارميلو متالق في الدوري البوليفي وعامل مباريات اكتر من رائعه، وهو هداف الدوري البوليفي في هذا الوقت كارميلو. يوجد اكثر من لاعب ايضا خرج من الاسماعيلي وصنعوا الكثير وصنعوا لاساميهم الكثير. فياريت نركز على اللعيبه اللي بتمشي وبنخسرها بسبب حاجات ساذجه. ده بالنسبه ليه. طبعا سريعا كالمنتخب الوطني ومنتخب مصر يفتح عهد حسام حسن بالفوز على نيوزيلندا بهدف من ضربه جزاء لمصطفى محمد بعد عرقله لاعب الاهلي ولاعب المنتخب الوطني امام عاشور في منطقه الجزاء، ضربه جزاء صحيحه 100%، يحرز منها مصطفى محمد هدف ليتاهل لمقابله الفائز من مباراه اليوم بين تونس وكرواتيا يوم الثلاثاء القادم على ملعب العاصمه الاداريه. طبعا اليوم مباراه بين تونس وكرواتيا، نتمنى المنتخب التونسي والمنتخب العربي التونسي ان يكون مقابله عربيه، من سيفوز مش مشكله، ولكن ستكون مقابله عربيه خالصه 100% باذن المولى عز وجل اذا فاز اليوم المنتخب التونسي على المنتخب الكرواتي. طبعا اذا فاز اي منهم سيضرب موعد في النهائي مع المنتخب الوطني المصري في افتتاح هذا الملعب، في الملعب اللي افتتح فيه ملعب مباراه مصر ونيوزيلندا، ستكون مباراه النهائيه يوم الثلاثاء القادم. طبعا الاتحاد المصري يعلن تفاصيل اصابه امام عاشور بعد اصابته كل شكل الاصابه.
اللاعب وقع على كتفه فحصل إصابة بعد إثبات أشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، بخلع من بين المفصل والترقوة ولوح الكتف، حصل له خلع في بين الترقوة وعظمة الكتف أو لوح الكتف. فطبعا هيستكمل اليوم باقي الإشاعات اليوم لفحص اللاعب وتحديد حجم الإصابة، أو ستحتاج الإصابة إلى جراحة أم من عدم، يعني اللاعب هيخضع لجراحة أم لا. طبعا طبيب الفريق امبارح اللاعب توجه مباشرة إلى المستشفى الخاصة بالقوات المسلحة لمتابعة اللاعب والكشف، ولكن النهاردة سيخضع اللاعب لأشعة أخرى لتحديد إذا كانت محتاج إذا للجراحة أو لا. لو محتاج لجراحة ستطول فترة إصابة إمام عاشور. طبعا ده بالنسبة لإمام عاشور وإصابة إمام عاشور. نتمنى لو أن يعود سريعا إلى الملاعب إمام عاشور، لاعب الأهلي ولاعب منتخب مصر. طبعا حصل نجم خط وسط منتخب مصر مروان عطية على أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا أمس. لاعب كان رائع. أنا الكرة اللي حطها من 30 ياردة في العارضة دي هي اللي خليته أخد أحسن لاعب، لاعب ممتاز لدى الكثير، لاعب خلوق. فنتمنى لمروان عطية الأفضل مع المنتخب الوطني، ونتمنى للكابتن حسام حسن أن يعود بالمنتخب الوطني السابق عهد، ونتمنى الأفضل. ومن وجهة نظري أنا طلعت الفترة اللي فاتت وقلت سيفشل سيفشل سيفشل، ليه اختياراته، ولكن الحاجة الوحيدة التي ستجعل أو ستخلي أو تخلي كابتن حسام حسن ينجح مع المنتخب الوطني هي الروح. أهم شيء في لعبة كرة القدم هي الروح بين المدير الفني واللاعب، ودي اتكلمت فيها كتير قبل كده. ارجع كده وقلت لك دي صبر كان ازاي شغال مع الاسماعيلي، ارجع كده وقلت لك ازاي تعمل صداقة بينك وبين اللاعب، صداقة بينك وبين اللاعب، اللعب على الأحاسيس أو على النفسية الخاصة باللاعب هي من ستجعلك تنجح. والكابتن حسام حسن دي لعبته من زمان مع المصري ومع أكثر من نادي. كان كابتن حسام حسن بيخش على اللاعب من الإنسانية، أنت راجل أنت مش عارف إيه، إزاي ده أنت عالمي، إزاي ده أنت لا، هو ده شغل كابتن حسام حسن، إزاي بيعرف يخلي اللاعب يتألق داخل الملعب. وده اللي احنا شفناه امبارح في لقاء أمس، كابتن حسام حسن بيشتغل على النفسية أكتر من التكتيكية. فاعلم ان سينجح بهذه الطريقه. اي مدير فني في العالم اشتغل على النفسيه فاعلم، لان النفسيه دي لها كورسات لوحدها. اطلع كده في الاتحاد الدولي او في الفيبا او في المنظمات اللي شغاله على التدريب الخاص بالمديرين الفنيين، تعرف ان كل الشغل عامل نفسي مش عامل اكتر من عامل تكتيكي. ده بالنسبه ل كابتن حسام حسن، نتمنى له التوفيق. طبعا مباراة اليوم سريعا قبل ما نختم حلقتنا، طبعا النهارده في على 10 مساء ستذاع مباراة تونس وكرواتيا على اون تايم سبورت 1، وعلى اون تايم سبورت 2 مباراة مصر الاولمبي واستراليا الاولمبي في ايضا على 10 مساء. انت تختار بقى عايز تتفرج على ده وعايز تتفرج. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات يا صديقي ما توقعاتك في من سيفوز في مباراة تونس وكرواتيا ومنتخب مصر الأولمبي وأستراليا، وأيضا منتخب الشباب الذي يديره كمدير فني وائل رياض شيتوس سيقابل منتخب موريتانيا في 11 مساء. طبعا المباراة دي ممكن ما تذاعش لأن في مباراتين هيذاعوا على القنوات الأرضية أو قنوات أون تايم، فممكن ما تذاعش هذا اللقاء. طبعا مباراة مصر الاولمبي الاولى فاز فيها على الامارات بهدف لابراهيم عادل، وانهزم المنتخب الشباب من منتخب الجزائر 2-1
نتمنى للمنتخبات الوطنية الأفضل، نتمنى للمنتخبات العربية الأفضل، نتمنى المنتخب التونسي النهاردة يقدم مباراة تليق باسم المنتخب التونسي والمنتخبات العربية، نتمنى للكرة المصرية العربية الأفضل، وأتمنى من كل حباب الحريف في كل مكان اللي وصل معايا لآخر الحلقة بقول له متشكرين على وصولك، ولكل راجل حريف وصل معايا لآخر الحلقة، ما أقدرش غير أقول لك يا صديقي مش طالب منك كتير، أنت عارف إن إحنا عندنا تحدي هو الأصعب، ولا يوجد أصعب من إن إحنا نساند ونؤازر ونشجع منتخبنا ونشجع فريق الدراويش ودراويش مصر ودراويش العرب، فمش طالب منك كتير، فضلا وعسى أمر اشتراكك ولايك وسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناة، ولن تكبر هذه القناة إلا بدونك، مش طالب منك كتير وحاجة وأنت تقدر تعملها قبل ما تطلع، لا تنسى تدعم القناة بالاشتراك واللايك والسبسكرايب، ما أقدرش أقول لك يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.